مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا، شقة جديدة، موقع جديد، وثمن إن شاء الله دائما خوت محبابنا. كنحاولوا أننا نجيب لكم الأثمنة اللي في المتناول، في صالة هائلة ديال هذه الشقة هذه خوت محبابنا، أكيد إن شاء الله غتعجبكم. المساحة ديالها متوسطة، ولكن ثلاثة ديال الغرف وصالون وجوج ديال الحمامات ومطبخ، هائلة وبوحدك في الإيطاج. خوت محبابنا، جميع التفاصيل اللي غتبغوا تعرفوا على الشقة هذه الجميلة غتلقاوها في هذا الفيديو، لهذا حاولوا تتبعوا الفيديو من البداية ديالو حتى النهاية، جميع التفاصيل إن شاء الله غتلقاوها. واللي بغى يدير طبيعة الحال زيارة مرحبا به، وكذلك اللي بغى أي معلومة إضافية يتصل بنا، راه أرقام الهاتف راه مبينة في الشاشة، نجاوبكم إن شاء الله الرحمن الرحيم ونعطيكم أي معلومة تبغوا تعرفوها. المدخل الرئيسي هو هذا خوت محبابنا ديال هذه الشقة هذه الجميلة والمتميزة اللي كتواجد في المدينة الجميلة والمدينة الرائعة والمدينة المحبوبة مدينة تمارة. ثلاثة ديال الغرف صالون وجوج ديال الحمامات ومطبخ. مساحة 84 متر، مساحة 84 متر، ثلاثة ديال الغرف. ها انتم السيد المشاهد، الغرفة الأولى، الواجهة ديال الشقة خوت محبابنا الجنوبية، كتشوف اتجاه الدار البيضاء، شقة مشمشة. ها انتم السيد المشاهد، هذه غرفة نوم أولى كما كتشوفوا معنا، الغمولية بصفة نهائية ما كايناش، البالكون ديالنا هو هذا. هذه غرفة نوم أولى، غرفة النوم الثانية، الغرف مربعين، ما فيهمش سالون، ما فيهمش شكودير بصفة نهائية. هانتوما، والثمن إن شاء الله غادي يكون جد مشجع. الموقع مدينة تمارة قرب المدارس العلمية، قرب المدارس العلمية، موقع زويون، جات في دار إير بليس دو، جات في الطابق الثاني بوحدك في الإيطاج، جات في دار إير بليس دو في الطابق الثاني وبوحدك في الإيطاج. كثير من الإخوة والأخوات كيتصلوا بنا كيطلبونا على الشقة كتكون بوحدك في الإيطاج، هذه راه الشقة بوحدك في الإيطاج، وكذلك كيطلبونا الثمن ديالها ما يوصلش لنا ل 100 مليون. هذه الشقة هذه خوت محبابنا راه الثمن ديالها 78 مليون، الثمن ديالها 78 مليون، والثمن راه قابل للتفاوض بعض الشيء. ها انتم السادة المشاهدين، الشقة ديالنا هي هذه، الغرفة الأولى والثانية والثالثة، والصالون ديالنا هو هذا، وكيف ما قلنا راه بوحدنا في الإيطاج، وهذه حتى هي الميزة. الدار ملي كندخلوا لها فروجيه، الدار ملي كندخلوا لها مفروجيه، يعني ملي كندخلوا ما كنحسوش شي بالقنطه. هذه الكويزين ديالنا جات بهذه الكيفيه، شوفوا معايا الكوزينه هائله، مساحه ديال 84، عطاتنا هذا المطبخ ممتاز. الفصاد ديالو راه قبليه، واخا كيشوف لا كره ما كاينش في زافير، مساحه كبيره ما بين العقار والعقار، يعني راه كتشرق عليه الشميشه على الصباح. هذه الكوزينه هذه راه كتشرق عليها الشميشه على الصباح، عندها البلاكارات الفوق وعندها البلاكارات لتحت، وجلج راه طالع حتى الفوق. ولا لاحظتوا معنا الغموليه بصفه نهائيه كيف ما قلت ما كايناش، علما ان الشقه ما ساكنينش فيها اصحابها. ها انتم السيد المشاهدين، الطواله الاولى هي هذه، اللاكين ديالها، وكذلك عندنا الحمام بوحدو وجلج راه طالع حتى الفوق. اللي بغى يدير شي اضافه بطبيعه الحال فله ذلك. مثلا اللي بغى يدير الصباغه ديال الخيال، الا تصبغات بالصباغه ديال الخيال غتبدل المنظر ديال هذه الشقه، هذه تبدل. هذا هو العقار ديال اليوم اللي كنتمنوا ان شاء الله انه نال اعجابكم. الموقع ديالو مدينه تمارة قرب المدارس العلميه، ما كيبعدش، هذه الشقه هذه ما كتبعدش الا حوالي واحد 5 دقائق على مشوات الاخوان اللي معروفه في مدينه تمارة وشارع الحسن الاول. جات في دار اير بليس 2 بوحدك في الايطاج، جات في الطابق الثاني، المساحه ديالها 84 متر، ثلاثه ديال الغرف صالون وجوج ديال الحمامات والمطبخ. الثمن ديالها 78 مليون، والثمن ان شاء الله راه قابل للنقاش. الله يحفظكم ونجيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.